مساء الفل على الرجاله الحراميه الصيع التوال قوي، يعني عم ستيشن اصول السرقه والفكر القديم، وبنبوني بنبوني يعني الجدعانه والتطور والمستقبل، وسوستك سوستة يعني السوست اللي بتتنطط على الارض. وسمعني اجدع سلام، في ايه انا؟ في ايه انا؟ انت هتنقط؟ هو احنا الفرح؟ فاطينا رجاله هيبقى معانا في العمليه دي، ولو نجح هيبقى معانا على طول. هنجح يا سيد، هنجح ان شاء الله، وربنا هيجبرني وهيكرمني اخر كرم. الف الف مبروك يا فطين. الف مبروك يا استاذ فطين، نورت العصابه يا زميل. الله يبارك فيكم يا رجاله بابا، يا معلمين، يا حراميه، يا صيع. امشي امشي انا بقى ولا ايه؟ لا يا بابا ما امشي، ادوا انتوا سلامات مع بعض، فرحانين قوي من الاستاذ، بتخلصونا. وانت يا رد اخرس، خليني اشرح الخطه. اشرح يا كبير المعلمين يا سيد، يا كبير قوي قوي قوي، ولو عايز اي مساعده حضرتك بس اغمز لي، هتلاقيني فريره. ولا فريره؟ نعم. اخرس خالص واقعد ساكت، ولا ايه؟ حربيك من الشباك، عارف يعني ايه حربيك من الشباك؟ حاضر يا بابا، يا كبير المعلمين يا كبير. وانت عرق، روح على سوسه شغل. امرك يا كبير. شغل يا سوسه. نزل رجلك من على الخط. انا اسف يا بابا. ده المول اللي فيه محل الذهب بتاع الخواجه بدرون. طبعا المحل ده فيه الخزنه اللي هي هدفنا، اللي احنا هنسرقها. اه شفتوا؟ بصوا لي بقى هنا، ده المول اهو. ياه، ايه في ايه؟ ما كنتش اعرف يا بابا ان خط حضرتك حلو قوي كده والله. وعرفت؟ اه يا بابا. طب اخلص خالص، اخلص. اشرح يا كبير. المول اهو. بس في نقص همزه هنا على فكره. يا نهار اسود. ايه يا بابا؟ هات الخط. لا 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 لا، في ايه؟ يا بابا انا اسف. وانا في حصه خط. انا اسف. وانا في ايه؟ معلش انا اسف يا كبير. يا كبير يا سيد. ماشي. ده المول اللي فيه محل بتاع الذهب بتاع خواجه بدر. خواجه بدر صاحب محل الدهب ده هيجي بكره من جنوب افريقيا ومعاه 3 سبايك دهب. هيحطهم في خزنه المحل. ليه؟ تاني يوم هياخدهم ويطلع بيهم على اوروبا يصنعهم هناك. يعني على كده بقى يا معلم، العمليه دي لازم تتم بكره وبالليل. صح يا ابو بولي، لان السبايك دي هتبات في الخزنه ليله واحده. فريد بيه الجندي مسهل علينا المأمورية، عمل لي نسخة تانية من مفتاح المحل. خطتنا بقى. معلش يا بابا، سؤال واحد بس كده قبل الخطة. اسأل وخلصنا. هو فريد بيه الجندي مسهل علينا المأمورية ده، هو بقى الراجل الكبير البيج بوس يعني؟ اه هو البيج زفت. عاوز حاجة تاني؟ ايوه بابا، حضرتك المفتاح اللي في ايدك ده وفرحان لنا بيه قوي، يعني اتاكدت ان هو هيفتح المحل؟ هو ده بقى السؤال. ايه رايك بقى؟ اطلع انا من هنا. ليه بس يا بابا؟ قوم اطلع من هنا. خلاص انا مش ناقص وجع دماغ. انا اسف. من اولها اطلع. معلش هيعرفني من اولها. انا اسف. معلش يا معلم. معلش يا معلم. خلاص يا فطين. خلاص يا كبير. خلاص يا كبير، انا هسكت اهو. معلش انا غلطان. آه. انا خايف على الخطه قبل ما تتخطط يا كبير. مالكش دعوه، الخطه كلها في دماغي وهنا. قول يا كبير المعلمين. ماشي يا اخوي، هقول. هو بيعمل كده ليه؟ الساعه 10 بالليل هننزل كلنا من هنا متفرقين. الله يا رب ما يفرقنا. يجمعنا يا رب. اه كده بقى مش هننزل نسرق، لا كده نازلين نشحن. الله ما يفرقنا. امين يا بابا. احنا عصابه كلنا كده. هو يا عم اسكت اسكت واسمع الخطة. ماشي يا كبير. هنروح على المول. ما شاء الله. مش مع بعض. متفرقين زي ما قلت. هنعمل نفسنا بنتفرج في المول شوية، كأننا زباين. نستهبل يعني. اه نستهبل، برافو. ما بيفهم هو يا رجالة. يا كبير. وبعد كده واحد واحد فينا يتسرسب ويروح طالع على سطح المول. من غير ما حد يحس بيه. يشوف له حتة فوق يلبس فيها. حلو. لامتى؟ للساعة 2 لما المول يقفل. ماشي؟ 2:30 نبتدي نتحرك احنا بقى من فوق، واحد واحد. ستيشن هتنزل على الجراج تأمنه بتاع المول.
بونبوني هتخش على الدور اللي فيه يفجروا لا يفجروا لا يفجروا ازاي عصابه بقى لا يفجروا الروح في داهيه امال ايه مالكش انت دعوه ماشي يا كبير لما ادى عليك ماشي يا كبير لما ادى عليك اتحشر ماشي خلاص يا كبير خلاص يا معلم لا بنكمل عشان خاطري بونبوني هتنزل على الدور اللي فيه المحل تتعامل مع رجاله الامن الموجوده هناك سوستا امرك يا كبير انت بره المول خالص في العربيه مستنينا فاهم انا والافندي انا وقدري وربنا يستر عليا ربنا يستر ما تفضحش في العمليه دي انا والباشا المخطط بتاع الهمزات هنروح بقى نتعامل مع الخزنه ونفورها تمام في حاجه تانية يا رجاله ايوه يا معلم بس لازم نكون كلنا على اتصال ببعض عشان لو حصل حاجه نقدر نلحقها طبعا يا بونبون هي دي عاوزه مفهوميه لازم نبقى على اتصال ببعضينا لو حصل اي لبش نبلغ بعض بالموبايل علشان كده بقى يا رجاله لازم كلنا ناخد ارقام تليفونات بعض قبل ما نمشي انت بالذات من التليفون بتاعك تبلغ البوليس وتخلصنا من العمليه دي سؤال بس واحد يا بابا قبل تمام يا كبير انت خلصني حضرتك يعني واثق في الراجل اللي اسمه فريد بيه الجندي مسهل علينا المأمورية ده طبعا واثق فيه ليه بس انا خايف يعني خايف بعد الهلومة اللي احنا عملناها ونطلع واتنين بالليل ونلبد ونيجي نسرع يطلع بقى سبائك الذهب دي بقى مزوره ولا فالصو يا عم تطلع فالصو تطلع متنيله بستين نيله احنا مالنا احنا مهمتنا ان احنا ناخدها وبس خلاص يا بابا سؤال بقى يا بابا اخير يعني اتفضل حضرتك بقى العمليه اللي احنا هناخدها دي بقى ما فيهاش بقى ضرب نار ورصاص طاير حاير ودم فاير كده وقتل وكده انا ماشي يا رجاله ايه ده خلاص يا معلم يا عم ده هيجيب لي الضغط معلش يا معلم ايه دم فاير وحاير دي معلش يا معلم خلاص بقى فطين ما احنا عصابه محترمه برضه عم ستيشن لازم يبقى فيها ضرب نار وكده ايوه بس وناس يموتوا مننا روح جهز نفسك بس يا فطين حاضر هجهز وليكوا عليا ان انتوا مش هتعرفوني ولا هخلي مخلوق في المول كله يعرفني صوتين المحلات كلها قفلت والمول كمان قفل والزفت لسه ما ظهرش معلش يا معلم الغايب حجته معاه الغايب حجته معاه دي انت بتقول اي كلام يا جدع هو انا بعته يجيب لنا كباب وكفت عشان تقول الغايب حجته معاه العمليه لازم تتم قبل ما النهار يطلع علينا طب انها حكومه أنا كنت عارف العملية دي مش هتعدى على خير بوشه الفقري ده ما توعى يا أخويا جريني اتفضل يا معلم يا أفراد العصابة بابا أنا فاطين يا بابا فاطين يا بابا ما تخافش تعالى يا بابا يا سيد ده أنا مستر فاطين ما تخافش عامل فيك إيه؟ إيه بابا؟ أموتك ليه بابا بقى تقول لي بابا وماما؟ إيه بابا أنتوا فين يا بابا عمال أدور عليكم من صباحية إحنا اللي فين؟ ولا انت يا اخويا اللي فين؟ ما احنا مرزين اهو ايه ده؟ كلام الظابط انت بتفول عليا يا بابا ده تمويه ده باللبس بقى ده محدش في الكون هيشك ان انا حرامي بقى يا كبير الحراميين تصدق يا واد ان انا اللي غلطان انا اللي جبته لنفسي
وبعدين هو في ضابط شرطه بيلبس نضاره نظر؟ ما حضرتك انا لو قلعتها مش هشوف حاجه. مع انك ما تنيلت شفت يعني، وانت بتشوف هتفرق معانا كتير. نايل جاهز العده يا اخويا؟ يلا. عده ايه يا كبير؟ ها 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 ها. انا كبابا ما هروح مني. انا كبابا تنقلني عده ايه؟ العده هذه اللي هنفتح بيها الخزنه. حاضر يا ابو السيد يا كبير الحراميين. بص مسافه نص ساعه بالكتير قوي هتلاقي كل حاجه جاهزه. انتم على وش يا بابا؟ وطي صوتك، البوليس هيقفشنا. انتم نص ساعه عشان تشيل الشنطه اللي على الارض دي؟ ارميك من السطوح واخلص. حاضر يا بابا. ما حضرتك اللي مسربعني قوي كده يا بابا. حضرتك لو تهدى كل حاجه هتمشي في الحلاوه. حلاوه حلاوه. انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. انت بتاكل فشار جاي رحله. اخرس اخرس خالص. ماشي يا بابا ماشي، بس ما تزقش بعد كده. اخرس اهو. يلا يا رجاله اسمعوني زي ما اتفقنا. يلا واد يا كبير. يلا يا اخويا. اتفقتوا على ايه بابا؟ مالكش دعوه. اتفقنا على ايه؟ حاضر. يلا يلا. حاضر بس ما تزقش. يلا خلص. لا اله الا الله. خلص اهو. حاولتني بأمنك بابا. بتأمني ولا هتنقضني؟ مش عاوزك تأمني يا سيدي. انت لما تعمل كده تفتكر ان حد جاي يمسكني. ما هنجري على طول. تجري ايه؟ بص اصوات صوتك. ماشي يا بابا يا كبير. روح أمن هناك يلا بسرعة. يلا روح أمن الناحية يلا بسرعة. يا ابني يا ابني انت عندك حموضه قفايا في ايه؟ ما تقلقش يا بابا. ما تعملش الاصوات دي بترعبني. هم المجرمين كده يا بابا. مجرمين ايه؟ بيت اليوم اللي شفته. وايه اللي انت شايله ده؟ ايه يا بابا ده مسدس بلاستيك يا بابا. خلص عليا. لا 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 ده بلاستيك. ده بلاستيك يا بابا يا كبير. خلص يا كبير يا حبيبي. اوعى بلاش الحنيه دي. مش ده وقت حنيه بابا؟ نعم. هو ده المحل اللي ان شاء الله هنسرقه؟ هو على بركه الله. وطي صوتك. على بركه الله. هو ده المحل اللي هنسرقه؟ الله يخليك يا بابا. اسكت. حاضر حاضر. امن يلا بنبوني عادل. انت بتنور فين؟ بيتك يا بابا. طفت 10 مره تطفيها يا بابا. راح يخرب بيتك يا بابا. احسن احسن يا رب تموت. يا بابا بقى ده بقى بابا ما عندكش في السرقه اهو. نور هنا. وايه ده انت بقيت بست صوابع؟ ايه اللي طلع لك ده؟ انا قعدت ساعتين اهو. طبيعي. روح روح روح. بابا هي دي الخزنه اللي جايين ان شاء الله نسرقها؟ لا دي اللي جايين نتصور جنبها كده. تصور. اضحك اضحك. شيلها في خدتك. غاز غاز. خلاص امسك امسك خلاص. يا رب تموت واخلص منك. يا رب تموت واخلص. امسك. اتفقف اتفقف. يعني ما شاء الله عليك قوي. كتل تقيله. يا حبايبي يا حلوين. الدعب ده كله. اشفطني يا جو. اشفطني انا كمان. انت هتنقي فيها. ما تسكت يا اخي. ده سبايك متلتله. اسكت. متلتله ايه؟ في دولارات في دولارات. مالكش دعوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بوني بيطلبني. طب رد عليه. الظاهر في حاجه. رد. لا 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 لازم اروح اشوف. بقول لك ايه، حط الامانه في الشنطه ورجع كل حاجه زي ما كانت. فاهم؟ ما تقلقش يا كبير. فاهم؟ رجع كل حاجه زي ما كانت. يلا بينا بسرعه. النهار طلع لازم نمشي دلوقتي حالا. حاضر بس فاضل حته زنطوطه بس يا مسيح. بتعمل ايه؟ بلحم الخزنه. تلحمها ليه؟ علشان لما يجوا بقى يفتحوا الخزنه ما يعرفوش يفتحوها وما يكتشفوش بقى السرقه. يلا ما شاء الله عليك. ده انت بقيت ناصح
قوي. ابن ابوك يا واد صحيح. يلا يلا بقى الدكتور فيها كده ليه؟ الذهب فين؟ في الخزنه. ها؟ في الخزنه بابا. لا الذهب الذهب. ايوه بابا في الخزنه، مش حضرتك قلت لي رجع كل حاجه زي ما كانت؟ فهي في الخزنه، ده انا حتى رجعت الشنطه هنا. في الخزنه؟ كله في الخزنه. هاتولي كرباك، هاتوا كرباك بسرعه. معلش انا لازم اربيك، لازم اربيك. عاوز سبويتني انا بتلحم الخزنه يا غبي؟ ماشي خليك بقى متعلق كده. ايوه خليك متعلق، وريني مين هينزلك يا بابا. ما انا اتعلقت قبل كده ومن رجلي كمان عند شيكو مدريد، يعني مفيش جديد. انا بقى هوريك الجديد، انا هسويك على نار هاديه. هاتولي معنى ادفع حطوه تحتيه. ايه ده؟ هتشوني زي الدوره يا بابا؟ وانا هون عليك برضه في الحقني الحقني يا عم ستيشن. معلش يا معلم، معلش معلش كده يا معلم. وايدك اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ما حدش حاسس بيا. العمليه ما باظت خلاص. اقول للفريق بيه ايه لما يتصل؟ اقفل تليفونك يا بابا، او بص غير صوتك وقول له النمره غلط. قال له النمره، شفت الواد؟ عاوز ينطني، عاوز يشلني، اقول له النمره غلط. الله يسامحك يا بيشو، الله يسامحك. شفت جرالي ايه من بعدك؟